إلى فقرة استوقفتني كثيرا. يقال أن فلاحا ذهب إلى جاره يطلب منه حبلا لكي يربط به حماره أمام البيت، فأجابه الجار بأنه لا يملك حبل، لكنه أعطاه نصيحة وقال له: يمكنك أن تقوم بنفس الحركات حول رقبة الحمار وتظاهر بأنك تربطه وسوف يبقى في مكانه ولا يبرحه أبدا. عمل الفلاح بنصيحة جاره، وفي الصباح وجد الحمار في مكانه، فأراد الذهاب به إلى الحقل، لكن الحمار رفض التزحزح من مكانه، وحاول الرجل بكل قوته أن يحركه ولكن دون جدوى، فعاد يطلب النصيحة من جاره، فسأله الجار وقال له: هل تظاهرت أمامه بأنك تفك الحبل؟ فرد عليه باستغراب: ولكن ليس هناك حبل. فأجابه: هذا بالنسبة إليك، أما بالنسبة للحمار فالحبل موجود. فعاد الرجال وتظاهر أنه يفك الحبل، ثم قاد الحمار دون مقاومة هذه المرة. رباط استيقافنا، كم من الرقاب ربطت بحبال الوهم والعبودية والاستسلام لمجرد أنها اعتادت الانقياد والتبعية لشخوص استحمرتها واستغبتها وأوهمتها أن بدون هذا الحبل لا تستطيع أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام. مع السلامة.